Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Mari kita sama-sama saling mendoakan semoga kita senantiasa berada dalam limpahan dan lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan-urusan dan rezeki-rezekinya. Dijaga dari segala mara bahaya dan bencana, dilindungi dari segala serangan-serangan energi negatif yang berasal dari jin-jin zalim bin fasikin kafir serta sihir-sihir kiriman, santet guna-guna pelet dan sejenisnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, dalam sesi kali ini saya ingin mengajak untuk melakukan terapi rukyah yang saya beri tema rukyah penenang jiwa dan penghilang stres. Rukyah ini boleh didengarkan oleh siapa saja dalam keadaan santai ataupun dalam keadaan menstruasi atau haid bagi wanita, untuk menenangkan jiwa yang sedang galau, gelisah, yang sedang cemas, was-was, takut akan kematian atau fobia, serta hal-hal yang lainnya. Bagi saudara-saudaraku sekalian yang mengalami problem-problem atau masalah-masalah duniawi yang terkait dengan hubungan dengan sesama manusia ataupun keluarga, maka mari dengarkan rukyah ini, semoga hati, pikiran, jiwa kita menjadi tenang karenanya. Amin ya rabbal alamin. Mari saudara-saudara sekalian, siapkan dirinya, boleh dalam keadaan santai ya, tidur, berbaring atau menjelang tidur sebagai bentuk relaksasi atau dalam keadaan bekerja dan sebagainya. Dengarkan rukyah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما Saudara-saudara sekalian, aminkan doa saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan hati, jiwa, pikiran dan menghilangkan segala masalah-masalah yang dihadapi atau yang dialami, stres, depresi ataupun problem-problem hati yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'man wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترس الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وعياذك وجوارك من كل وباء والبلاء ومن كل شيطان مريد
وجبارٍ عنيد وذي عينٍ وذي بغيٍ من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذ من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سامع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعد ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله kami memohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan sabar menghadapi ujian-ujian darimu, ya Allah. Berikanlah kami ketenangan jiwa, ya Rab. Ampunilah semua kesalahan dan dosa-dosa kami, semua kesalahan-kesalahan kami pada masa lalu hingga saat ini. Ya Allah, bersihkan diri kami, sucikan jiwa dan raga kami, ya Allah, ya Rab. Berikanlah kami ketenangan jiwa, ketenangan hati dan fikiran. Apabila kami mengalami masalah-masalah, ujian-ujian saat ini, kami menerimanya, ya Allah, karena menerima takdirmu. Kami mohon, ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan kami, lapangkan rezeki-rezeki kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan bencana, lindungilah kami dari kejahatan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang dengki, orang-orang yang zalim apabila ia telah berbuat zalim, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan hati, jiwa dan pikiran dan raga kita. Semoga Allah sembuhkan penyakitnya apabila ada reaksi berupa mual, muntah, sendawa atau apapun itu. Maka seperti biasa tarik saja, ya. Ada, ya, karena ruqyah ini juga, ya, insyaallah apabila ada gangguan jin sihir maka dia akan bisa ada reaksi, ya, yang dirasakan, ya. Insyaallah ayat ini, doa-doa ini bisa menjadi terapi, ya, terapi ruqyah, mengusir jin ataupun sihir. Tetapi pada khususnya utamanya adalah untuk menenangkan hati, jiwa, pikiran dan menghilangkan stres, depresi. Oke, saudara-saudara, semoga bermanfaat, ya. Terapi ini didengarkan berulang-ulang, semoga bermanfaat, ya, agar kita mendapatkan kebaikan, ya, di dunia dan di akhirat. Share video ini, bagikan pada saudara-saudara kita yang lainnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.